ملكة جمال لإعلاميات العرب لسنة 2012 لإعلامية يانا فخوري من الاف تي في. بيقولوا العين بتعشق كل شيء حلو وكلنا بنعشقها لما بتطل عبر شاشة الام تي في وبتعطينا الأخبار السياسية اللي هي أكيد أخبار كتير بشعة وما بنحبها، ولكن جمال وجهها ضحكتها وعيونها بتخلينا نسمع الأخبار رغم الأشياء السيئة اللي فيها. هي الليلة إلى جانبي منورة ومنورة دايما نشاطنا الإخبارية، واليوم أنا بقول يعني اسمح لنا فادي شبل أنه لأول مرة بتزبط معك وبيزبط اللقب أن تكون ديانا فخوري هي ملكة جمال الإعلاميات. بونسوار ديانا. مرسي مرسي على المقدمة الحلوة. بونسوارين، وما في أحلى من هيدا اللقب. مزبوط، بحب أكون مش بس ملكة جمال إنما بحب أكون أفضل إلقاء، أفضل حضور، أفضل مذيعة أخبار، مش بس بالشكل إنما مش غلط كمان كون ملكة جمال. بهدي أكيد بهدي لأول شيء محطتي الام تي في يلي هي طبعا برزتني وهي وصلتني لهون، لأنه لو كان عندي أنا المقومات ولكن عبر شاشة الام تي في أنا بينت على كل العالم العربي. طبعا بهدي لأهلاتي يلي ساعدوني وقفوا حد كتير، واللي بتمنى كنت أنه يكونوا معي اليوم بس لظروف يعني أنا ما بعرف كيف طلعت منها، لأنه عندنا مناسبة عائلية. يعني بهدي لكل كمان يلي صوتوا لي وبيحبوا يحضروني. نعم نعم. شو شعورك هيك لما بتكوني خارج العمل ولبس فستان سهرة وشايفينك أحلى سيران اليوم؟ يعني صراحة حسي حالي كتير أوفر، لأنه أنا معودة على الكلاسيك والجاكيت والسامبل، وأنا على طول بحب كون سامبل. هي أول مرة بكون شوي أكتر من سامبل. حتى الصبايا بسمع كتير صبايا بيحبوا جمال، بيحبوا يتقلدوك يعني. تقلدوني ايه في كذا، بدنا نحكي مذيعات اخبار، مع انه ما بنصح بهذا الشيء لانه عطول الفيك بيسقط. صبايا بحبوني بعرف عن طريق تويتر، لانه ما كنت بتخيل انه عن جد هالقد، مع انه ما عندي كتير اصحاب بنات، انه هالقد بنات بيتغزلوا فينا اكثر من الشباب على تويتر، مع انه ما بعرفهم. فكنت طبعا بشكرهم وبقول لهم حبكم كثير.